شكرا لك زميلنا بهاء خير. أكيد مشاهدينا مكملين بفقرات صباح نغير، وأكيد للمجتمع الأهلي والعمل التطوعي حصة ببرنامجنا. أكيد زينب، شباب سوريا أملها ومستقبلها الواعد، بهمتهم أكيد بتلتئم كل الجروح، فهن خير وسند وعون لباقي فئات المجتمع، وهن هي اللي قالوا كلمتهم وكان لهم بصمتهم المميزة منذ اللحظات الأولى. مؤسسة بصمة شباب سوريا واحدة من المؤسسات اللي كان لها نشاطات متنوعة لدعم أبناء الوطن تحت عنوان بصمة وفاء، أقامت مؤخرا مهرجان صيفي ترفيهي لنتعرف أكثر عن هالحدث. بيسعدنا نرحب بماهر عواد وسناء العذبة متطوعين بمؤسسة بصمة شباب سوريا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن مهرجان بسمة وفا وشو تضمن من فعاليات. بسمة وفا من الاسم كان هو هدفه البسمة، طالما هو موجه لأبناء الشهداء فكانت هدفنا البسمة تبع أبناء الشهداء. الوفا أكيد وفا لأهالي الشهداء، اللي اكيد اللي هن ما رح ننكر الشيء اللي قدموه، الشيء اللي ما بنقدر احنا نقيمه. احنا بتوصياتنا اللي بنقدر نحكي فيها، السيدة الأولى كانت دائما باستقبالها لعوائل الشهداء، كانت رمز لنا وقائدنا، وقت ما بيقطع أميال كتير اللي يفوت بيت فقير أو بيت شهيد، كمان كان قدوة حتى نكون نقدم شوي من هذا الشيء. بسمة وفا كان احنا بنعرف عوائل المهجرة او اللي اضطرت تتهجر عن طريق كفريا والفوعة، ان كان اكثر اسى لهم خروجهم من مناطقهم، والاسى الثاني كان عند تجمعهم. احنا بنعرف شو صار، المجزرة اللي تعرضوا لها اللي كذا، فالاطفال اللي كانوا بهذا المكان كان لهم أسى كبير. احنا حبينا نكون نستقطبهم ويكون لهم، بما انه اول عيد حيمر عليهم بحضن الوطن، يكون عيد مع بسمة ويعرفوا انه احنا ان شاء الله ما لنا مقصرين، وان شاء الله بنرجع على مكاننا ونكون قد الأمانة إن شاء الله. يا رب. سناء، كان في تكريم أيضا للمتفوقين بالفعاليات، تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. كانت الفعالية هي بالبداية لأبناء الشهداء، شوي شوي فكرة مع فكرة وصلنا بالأخير يعني لأنه تكريم كمان طلاب متفوقين بشهادة التاسع. نعم. سناء، احكي لنا يمكن كيف كان شعور التكريم، خلينا نحكي عن شعور فريق بصمة شباب سوريا وعن شعور كمان الأطفال أو الأهالي اللي تلاقيتوا فيهم. طبعا احنا كان هدفنا الأول أنه إدخال بسمة لهالأطفال، ممكن هي كانت بس الفكرة أنه تقديم هدية، بس الشيء اللي حسيناه كان أكثر أنه مشاركة الأطفال بس بحمل العلم أو مجرد رسم العلم السوري على وجه الطفل، حسينا أنه كان شيء جديد أو غريب، لأنه بتحسيهم هنا ما وعيوا على شيء مهرجان، على مثلا إحنا الشيء اللي وعينا عليه كمعسكرات طلائع أو معسكرات شبيبة أو حتى مسيرات. يعني حسينا في فرحة وفي استغراب وشي جديد هم عاشوا. أكيد ماهر، كنا عم نشوف مقتطفات من الفعالية، يعني توجهكم لمحافظة ريف دمشق واختياركم بالتحديد منطقة السيدة زينب، تحكي لنا كمان عن الاختيار ليش وقع عليه. هلا كسيدة زينب عندنا قائمة شهداء لا تعد وتحصى، هي بمقياس كمنطقة قريبة. اثنين، شوي احنا كان في تهميش، احنا اول شيء انا كنت ناسي بدي حابب اشكركم. المنطقه شهدت اعمال ارهابيه كمان، هذا هو الحكي. هلا اول شغله انا كنت بحابب اشكركم كاخباريه، واعتب عتب المحبين على بقيه الاعلام السوري، يعني اليوم لقاء لابناء القديسين لازم يكون معمم اكثر من هيك. فاحنا 1000 شهيد مسجلين عندنا بمكتبنا بالسيده زينب، اكيد مع عوائلهم، هذولهم بيتطلب مننا جهد كبير لحتى نقدر قدر الامكان نوصل لهم شيء، واحنا كمؤسسه اهليه عم نحاول قدر الامكان. يعني هلا كان في عتب كثير من اهالي الشهداء، ليش احنا ما كنا موجودين؟ وعدناهم باذن رب العالمين انه يكون لنا لقاءات ثانيه، وهذا اللي الشيء اللي مخبينه هلا ان شاء الله بقلب البرنامج، انه بسمه وفا ما حتوقف على بسمه وفا واحد، حتكون في بسمه وفا اثنين. استمراريه. ويمكن العيد القادم كخطه جديده عندنا 1000 طفل
ب 300 عائلة شهيد. نعم ماهر، كم أسرة شهيد كان مشارك معكم؟ هلا مشاركين كانوا حوالي 100 عائلة شهيد، حاولنا نكون ندمج بين عوائل اللي كانت طالعة من كفر يفوع مع عوائل اللي من نفس المكان السيدة زينب، بحيث انه حتى الطفل يعرف انه مو بس انت ابوك شهيد بالمنطقه الفلانيه، كمان في شهيد على تراب الوطن بمكان اخر، فكلياتنا عائله واحده في سبيل هالوطن. سناء، يمكن بصمه شباب سوريا من اول الاحداث او الازمه بسوريا وانتم موجودين على الارض بعده فعاليات، شو محضرين شيء جديد؟ هي كان في مشاريع قديمه وفي حاليا في مشروع جديد هو مشروع غدي. هالمشروع بتضمن اكثر من مشروع، في عنا مشروع توظيف، في عنا مشروع أنت صديقي، في كمان مشروع عندنا ورشات، وفي كمان عنا مشروع براعم اللي هم الأطفال. نعم ماهر، بنهاية لقائنا شو هي الكلمة اللي بتحب توجهها أو شو هي الشعور اللي حملته بقلبك من منطقة السيدة زينب ومن أسر القديسين أكيد شهدائنا؟ خلينا نعبر عنا عبر الشاشة. لا، كنا بلحظة احنا آباء لمدة فعالية لمدة ساعة لهالأبناء، يعني تمنينا نكون أكثر بهذا الوقت. احنا بنحب تتضافر الجهود أكثر لأني بنتمنى ما ينترك هذا الشيء على الأرض. بنفس الوقت بحب أشكر الأيادي البيضاء اللي ساهمت معنا بهذا المشروع، ما كنا نروح لمكان نقول له عندنا فعالية لأبناء الشهداء إلا يكون بده يقدم كل شيء عنده. هذا الشيء أعطانا كتير مبساط إنه ندق كتير بواب، حتى في ناس من دون ما ندق بابا كانوا يتواصلوا معنا على الفيس، يتواصلوا معنا هيك إحنا مستعدين نقدم، مستعدين كذا، شو عندكم مشاريع؟ فهاي كمان ما بنقدر نتصف فيها الخير. نعم. كمان سناء، شو بتتوجهي بكلمة لكل اللي عم يشوفونا؟ وأيضا تجربتك لأبناء الشهداء شو بتقولي لهم؟ إنه إحنا رغم هالجرح ورغم هالظروف الصعبة، من خلال هالمهرجان ومن خلال مؤسسة بصمة شباب سوريا بحب انه وجه رسالة انه لكل العالم انه احنا لساتنا هون، لساتنا موجودين كلنا وما زلنا، واكيد رح نبقى ونستمر ونكمل مع اطفال الشهداء ومع اهالينا لترجع سوريا ان شاء الله مثل ما كانت. الان سناء زيادة التعريف، هي ابنة شهيد واخوها شهيد، فهي من قلب الحدث، فكان شعورها أقوى وأكمل، يعني هذا الشيء اللي بدي. الله يرحمها أكيد البطل والدك. بدي أشكر وجودكم معنا وإن شاء الله موفقين بكل المشاريع الجاية. شكرا. 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 أهلا وسهلا فيكم. موفقين.